كل سيدة وكل فتاة تسعى أنها تكون أيقونة في الجمال، هذا شيء طبيعي، وهذه غريزة في وفطرة بالمرأة، في المرأة أن هي تحب دائم تكون جميلة، تكون أنيقة، وهذا طبيعي جدا أنه أي امرأة يجيها هذا الشعور وهذا الإحساس. لكن اسمعوا هذا الخبر الغريب، واللي يقول لك أن ستينية تحدت العمر وتأهلت لمسابقة ملكة جمال الأرجنتين. لما نقول ستينية من العمر، احنا نعرف كلنا طبعا انه مسابقات ملكات الجمال عادة يكون اعمارهم في العشرين، ما تتعدى العشرين، وهذا المتعارف عليه، الا في بعض الامور وبعض المسابقات الاخرى اللي مثلا ملكة جمال الامرأة المتزوجة او الام او غيرها، صار في مسابقات كثيرة ويعني على نطاق واسع. لكن لما نيجي نتكلم عن ملكة مسابقة ملكة الجمال، فهذا المتعارف عليه أنها تكون ما تتعدى عمر العشرين أو عمر معين صغير، بالإضافة إلى المستوى الفكري والثقافي، أمور كثيرة ونقاط كثيرة تبنى عليها أسس اختيار ملكة الجمال، وهذا الشيء معروف. لكن لما نتكلم عن العمر والتحدي والاهتمام، فلكم أن تتخيلون أنه أليخاندرا ماريسا اللي هي طبعا تأهلت لهذه المسابقة عمرها 60 عام، طبعا ليه تأهلت؟ بفضل اهتمامها، بفضل مظهرها الشبابي اللي خلاها بالفعل أنها تنافس عشرات من المتسابقات اللي معها في عمر صغير جدا. طبعا لما نيجي نتكلم عن هذا الموضوع، فهو في رسالة، هذه الرسالة توضح أنه بالفعل المرأة إذا اهتمت بنفسها، إذا أنها كانت حريصة وراضية من داخل على أنها تكون بالفعل جميلة، فهي راح تكون جميلة وراح تكون دائما بمظهر شبابي. يعني أنا حبيت جدا هذا الخبر، ليه؟ لأن بالفعل يعطيك كذا دافع أنك أنت تحب نفسك، أنك أنت ما تهتم بموضوع والله مثلا أنه لا أنا لازم أسوي هذا الشيء ولازم، لا خلاص اهتمي بنفسك، اعتني بجمالك، خلي عندك ثقة في نفسك. يعني يمكن هذا الخبر أول مرة يمر علينا، يعني أنه فعليا امرأة في عمر 60 تنافس ملكات الجمال اللي في عمر العشرينات، فهذا دل على أنه الثقة عندها في النفس عالية جدا، لأن عادة الثقة هي اللي تعكس الجمال الخارجي في البداية. مهما سويتي من عمليات تجميل، مهما سويتي من إجراءات تجميلية، مهما كنتي على عناية تامة بمظهرك بجمالك ببشرتك، إذا ما عندك الثقة في النفس القوية واللي هي تعكس هذا الجمال وهذا الاهتمام، صدقيني ما رح تلقين أي نتيجة أنت حابتها. عشان كذا دائما نقول اعتنوا بأنفسكم، خلوا عندكم ثقة في أنفسكم، وكل امرأة جميلة.